استاذ بترجاك صدقني انا عن جد ما اخذت المصاري يا استاذ، انا كيف بدي اسرق؟ خلص اهدي روقي، مستحيل اعمل هيك شيء. طلبتني استاذ. استاذ انا اخذت اجازه ساعيه، اذا بتسمح لي لازم روح. اذا ما في شيء ضروري انا مضطر روح لاني مستعجل شوي. شيفالي قالت لك شو هو السبب يا بيرتوندي يلي مشانه اخذت هذا المبلغ كله؟ اذا لساتهم مشتبهين بشيفالي لهلا ما في داعي اقلق. بيرتوندي احكي شو مشانك؟ متذكر السبب اللي مشانه شيفالي اخذت كل هذا المبلغ؟ لا ماني متذكر، هي على طول بتاخذ مصاري، كيف بدي اتذكر السبب كل مرة؟ أنا إمتى طلبت منك مصاري؟ مبين عم يكذب أستاذ. بيرتوندي. نعم. اللي كم مرة شيفالي طلبت منك مصاري؟ من بداية هاي السنة ولهلا؟ مرات كتير. وشو كان السبب؟ كذا سبب، مرات مشان تروح رحلة وأحياناً مشان أمها المريضة. شو سبب هاي السلفة؟ ماني متذكر. لما أخذت المصاري هي كانت حاضر أنت؟ معلوم، لأنه أنا لازم أعرف مصاري الشركة وين عم بتروح. لهيك أنا عم بسألك شو كان السبب؟ ما عم بتذكره. لما أخذت المصاري هي يلي وقعت؟ طبعاً أنا كنت حاضر بوقتها وعطيتها المصاري بإيدي، أنا بتذكر هذا الشيء كتير منيح. معناتها أنت كنت موجود بيوم. مزبوط، بالأخير هذا شغلي. لهيك عم بسألك عن السبب اللي قالت لك يا. ما عم بتذكر شو كان. طيب هي وقعت هاي المرة بإيدها؟ معلوم. يعني لما موظف ياخد سلفة أنت بتشوف بالأول إذا هو وقع على كل ورق وبعدين بتعطيه المصاري ما؟ إيه طبعاً، لأنه بتعرف هاي مسؤولية. كيف شيفالي وقعت بيرتوندي؟ شو هالسؤال؟ كيف العالم بتوقع؟ هي وقعت مثل ما بتوقع بالعادة. وأكيد أنت بتدقق كتير وبتشوف كيف عم بيوقعوا ما؟ مزبوط. بس شيفالي ما وقعت منيح، توقيعها مانو واضح. ببين هيك لأنه نسخة كربونية. هذا بيعني إنه أنت أخذت توقيع عن النسخة الكربونية وأنت اللي أخذت المصاري على اسمها وجاي عم تتبلاها. شفتوا بعيونكم يا جماعة؟ يعني